السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى حفظكم الله. وياك. لي سؤال يعني خاص بالزكاة. تفضل. يعني حضرتك تعلم ان الايام ديت معظم الناس بتحول الاموال الى ذهب، فعلى هذا كيف يكون حساب الزكاة يعني؟ على الذهب الذي معك، اذا كان انت معك مثلا 100 جرام ذهب، تمام، زكاتها 2.5 جرام. يعني في نصاب معين، اصل حد قال لي ان ما هو الذهب نصاب الذهب هو نصاب زكاة المال. ما قيمته؟ نصاب الفضة. صبرا عليه يعني. بس صبرا عليه يا حبيبي. كيف يكون ذهب وتبني على نصاب الفضة؟ هو ذهب تبقى زكاته ذهب. نعم. خدت بالك من كلامي؟ يعني هي ذهب معك. لإيه اللي يخليني يجعلني أحوله نصاب فضة؟ هو ذهب معي. نعم. فأخرجه زكاة نصاب الذهب. وهي 85 جرام من عيار 85. عفوا 85 جرام من عيار 24 أو 97.2 جرام من عيار 21. وفي لا يحول عليه الحول أو لا يحول عليه الحول؟ طبعا يكون حالة، بس حال عليه الحول. أنت بتبني على أصل المال مش أصل شراء الذهب. يعني افرض المال معك من 9 أشهر. نعم. واشتريت الذهب من شهر مثلا، عفوا افرض الذهب معك من 11 شهر واشتريت الذهب من شهر، زكي البناء على اصل المال، لان اصل المال ذهب ايضا. نعم.